بعد سنتين من الانتظار، من بعد سنتين من الخوف، من بعد سنتين ديال الترقب، من بعد سنتين ديال الاجراءات الاحترازيه، من بعد سنتين ديال الكمامه والمعقم، من بعد سنتين ديال التباعد الاجتماعي، من بعد سنتين ديال الدراسه عن بعد، واخيرا ضربات كورونا. وبقى فيا الحال. أصدقائي، أيه، ومصيبة كحلة هذه، المصيبة ضربتني أنا في دقيقة 90 كورونا، أيه للأسف. Guess what, bitch? كورونا فيروس. عامين هذه وأنا كنتسنى فيها، وأخيرا في الأخر ديال 2021 وفي دقيقة 90 للأسف. وصلت نوبتي، اسمحوا لي ما قدرتش نستقبلكم في الديكور، استقبلتكم في الشومبر ديالي المعديرة، ما كنقدرش نوقف، كتجيني الدوخة. المهم حتى الناس ديال الانستغرام كما راه نعاود لكم التجربه ديالي مع كورونا كيفاش كدوز. المهم كما وعدتكم في الانستغرام قلت لكم غادي ندير واحد لا فيديو، انت رصاي انتي. المهم كما وعدتكم في الانستغرام قلت لكم غادي ندير لكم فيديو ونعاود لكم على التجربه ديالي مع كورونا كيفاش حتى دازت انت جاي الاعراض ديالي. يعني انا ندير لكم واحد الريفيو ديال كورونا كيفاش كدوز اللي مهتم فيكم. المهم ميكروب على ما اظن خديته فاش كنا جايين من تركيا، وراك عارف الزحام ديال المطار وديك الروينه، على ما اظن يمكن شديته تما. المهم مساله كتبدا عاديه بحال واحد لا غريب غادي تبداك، كيبدا يتزير عليك حلقك شويه بحال لا غريب عاديه، واحد الوقيته صافي كتبدا تنزل لا ديسونت. نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث كان عادي، ولكن كنحس كما قلت لكم كنحس بلا غريب. مي فاش فقت في النهار الرابع ما نعاودش لك، ما نقولش لك، كتحس براسك مهلوك مدقدق ما كتقدرش توقف، ما نقولش لك، ودخلني الشك ياك ما كورونا. وكان ديك الساعه باقي عندي الدوق وباقي عندي الشم. المهم نهار كله دوزتو في العيا، الغد مع الصباح نفس الاعراض. عييت بزاف هاد لا سيمين، الدقديقه، التخسيخه، الشقيقه، والراس مزير كاو. وي بدا كيمشي ليا الذوق، بدا كيمشي ليا الشم، قلت صافي. دابا سي فيني. مشيت ديك الساعه قلت للمدام توصلني للابوراتوار، ايوا درنا التحاليل بوزيتيف. اوي لعيبه دلاويله، عرفتي كتسنى التحاليل يخرجوا، عرفتي بحال راه دافع لشي امتحان ولا دافع لشي كونكور، كتسنى النتيجه تخرج. الخمسه خرج الريزولتا بوزيتيف وجبت الربح. التست خصني ندير ليه كادر ونعلقو كاول مره كضربني كورونا. بشرى لنا 2020 سنه سعيده. رجعت للدار ديك الساعه نيت وقلت للمدام تمشي تجيب ليا الدواء. المهم كتمشي عند الفارماسيان كتقول لي عطيني الدواء ديال كورونا، كاين واحد الكومبيلاسيون ديال الدويان، هي هادي 700 درهم ديال الدواء. نتحدى اي واحد يقول لي هاد الهضره ما كايناش. كاينه هادي فري. رسال اخوك، رسال اخوك، رسال. اي كما قلت لكم كاين واحد التشكيله ديال الدواء فيها هذا ماكسي كلاف، انا حيت كانوا ضروني الحلاقم، وطبيعه الحال التشكيله تكون فيها دوليبران. ازيكس هذا انتيبيوتيك كتاخذ نص حبه في النهار. ايه قد هكا. وبطبيعه الحال الزنك. شنو هذا؟ الزنك. وات؟ الزنك. وفيتامين سي بطبيعه الحال. وبطبيعه الحال كاين الدواء ديال. الكرش. سميتو سميكتا. هذا خديته غير في النهار الاول والنهار الثاني ديال الكورونا، من بعد كلشي ولات عاديه، دونك دابا ما بقيتش كناخذو كاع. والثمن ديالو داير 520 درهم. لا امبوسي، ما يمكنش امبوسي. المهم هذا واحد كاين واحد الفيتامين كونسونتخي ما عاد فينا هو، حتى نسول المدام. جيتي انت هذا هو اللي ولدتني في كورونا. شو مالك؟ تابعني في حياة الله يغبر بوك شقف. سيمانه هو مخشي حدايا. المهم كما قلت لكم واحد 3 ايام كدوز صعيبه 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 بزاف. انا بعدا الصراحه كنت حاقر كورونا، هذوك 3 ايام كتكون الدوخه الشقيقه، قلت النعاس، ما كاينش المذاق، ما كايناش الشهيه. وهذه راه حيره هذه. وراسك كيكون فيه صداع 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 تخربيق. لا لا لا
تخربيق والعيا بطبيعه الحال 3 ايام ديال العيا كتحس براسك عقلتو على ديك القتله ديال العصا اللي كنا كناكلو في الصغر. الدمار الشامل لا لا بقيتو بالرب العذاب الكحل العذاب الاسود. المدام بطبيعه الحال هزات حوايجها مشات تتبات في الصالون ولات تلوحي الماكله غير من تحت الباب. لا صراحه المدام طلعت فيا بزاف وكنشكرها كنشكرها انا يعني هي الوحيده اللي كانت في جنبي سيليباتير نوضو تزوجو نوضو تزوجو لا تضربكم كورونا نوضو تزوجو وما تلقاو ديك الساعه اللي تهلا فيكم. ما كيما قلت لكم دازت واحد 3 ايام صعيبه بزاف من بعد جات 3 ايام الثانيه بدات تخفف سميتو بدات كتخفف القضيه شي شويه بدات الدوخه كتمشي الشقيقه شويه كتنقص حتى العيا حتى هو بدا كينقص بشويه بشويه. المهم دازت واحد 6 ايام ما نعاودش لكم هاد الامور بدات تتحسن من بعد في السيمانه الثانيه هي تقريبا كتاخذ شي 15 يوم كتبقى تحسن بشويه بشويه. علاش هاد العجاجه البخار اللي درتي لينا شنو بغيتي عندي؟ غير واحد القضيه اللي تهنيت منها هو المساله ديال الصدر كان جاتني الكحبه قليله الحمد لله ثم مساله انا فاش كيبدا يرجع لك الضوق وكيبدا يرجع لك الشم كيبدا يرجع لك مخربق فاش كنبدا كيرجع ليا المذاق مره كتلقى الماكله مالحه بزاف مره كتلقاها في نفس وانت كتاكل كتلقاها مالحه بزاف ديك الضغمه الثانيه كتلقاها مسوسه بزاف الضغمه اللي من بعدها مالحه ثاني بزاف الضغمه ثاني اللي من بعدها عاديه الضغمه ثاني اللي من بعدها مسوسه كتبقى طالعه بالطالعه بالطالعه دوك لي بارامتر ديال الضوق وديال الشم كيتخربقوا. انا بعد الحمد لله كيبداو يرجعوا بشويه بشويه كيبداو يترقلوا دان زقائي كما قلت لكم هاد كانت هادي التجربه ديالي ما تحقروش كورونا راه صعيبه شويه خصوصا الا كان فيك شي مرض مزمن كورونا فاش كتجيك كتجبد لك كاع داك الديفوات اللي فيك. واش قلت القلوب راه طيبين على المهم بغيت نشكر كاع الاصدقاء اللي تواصلوا معايا شكرا 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 بزاف جاوب شي وحدين ما جاوبتهم شكرا بزاف الناس اللي عيطوا عليا وسيرتو سيرتو شكرا للمدام ديالي وشكرا للعائله ديالي اللي كانوا معايا طوال هذه الازمه كنشكركم بزاف وكنموت عليكم. المهم فكرت كنت ندير لكم واحد الكومبيلاسيون هذه مناسبه نيت نعاودوا نرجعوا نشوفوا كورونا من البدايه ديالها من 2019 حتى لدابا 2022 غادي لكم واحد البيست اوف ديال كورونا نفكركم في هذا الشيء اللي داز علينا في هاد العامين اللي جات خليكم مع هذا البيست اوف والله يرفع علينا هذا الوباء والله يشافي الجميع والله يحفظكم اسيتي ربي يلاه تبارك الله عليكم وسنه سعيده بكل ما تمنيتوا يا رب بالصحة والسلامة إن شاء الله للجميع يلا نخليكم مع هذا البيست اوف. أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب مساء اليوم لمواطن مغربي مقيم بالديار الإيطالية. كورونا وكورونا ويا المعفونة انا يا جيت نشوف كيفاش كتمر الاجواء باول حاله اول تشخيص ديال حاله كورونا بالمغرب. الناس المرض كيدير واش كاين فضائي ولا شي حاجه بحال هكا الناس خايفين. انا بغيت نشوف واحد المخرو ما بالك كلشي جاي صح الحمد لله هذا هو البلاد ما تهني فيها والو. داو الروز طماطيش يا عباد الله طماطيش هاك انت حبه اسكر خلاو لي وحيده بعدا اتوب من الغربه خصنا السكر. تجمعات باش عرفتي هاد الاشباح كداوي كورونا وتحديتي مثلا العالم كامل باسمي. انا غادي نقول الا كنت غنشد هذاك المرض اقسم بالله الا كنت غنشد هذاك المرض ونديرو فاكسان ونديرو في لحم
نهضر معكم على هاد كورونا اللي قالوا لي انا والله ما عرفتها حتى قالوا لي عباد الله تيبينوا لي الفيديو هذا خويا اخوتي راه القطران هذا القطران غير هذا مزيان تيقول لي الدراري الصغار يشموا هاد الكورونا قسما بالله وقسما عظما وقسما عظما ما كاينش كورونا اسمعوا لا سمعوا بخير راه اللي غادي يطلع للمدينه ممنوع اللي غادي يمشي للمكناس ممنوع اللي غادي يمشي للرباط ممنوع راه تلازموا خيامكم حساب هاد المرض انا تنوصيكم اللي عدو شي دار يقعد فيها انا تنعلمكم ادخلوا سوق راسكم ادخلوا ديوركم راه كندوي معاكم جمعوا هذاك الزبل بعدا يلا اللي عندي دار شي زبل يجمعوا دخلوا للديور ديالكم والشريف ماشي وقت الهضره والنقير دخل دارك كمل وسيل دارك غبر